بعد سلسلة الإجراءات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة والمتضمنة قرار الغلق الجزئي للمولات والمطاعم والكافيهات، تساءل المتضررون من ذلك القرار عن سبب عدم التفكير بمصيرهم، واصفين إياه بالقرار المؤثر على الحركة التجارية بشكل عام. كل إنه أثر سلبي على الطبقة الفقيرة بالحد الأساس، وبالإضافة إلى ذلك يعني الآن عندنا حتى إحنا موظفين دوائر الدولة هم يعني دوامهم متعطل، راح يسبب هاي مشكلة على ارتفاع أسعار النفط أو تغير بأسعار. فقرارات الدولة دائما جاي أشوفها أنا كوجهة نظري البسيطة قرارات خاطئة، يعني لابد أن يوجد حلول بهذا الموضوع. بدورهم أصحاب الأجر اليومي عبروا عن استيائهم من إصدار قرارات تؤثر عليهم بشكل مباشر دون التفكير بإيجاد البديل لهم، واضعين علامات التعجب على إبقاء الأسواق الشعبية مفتوحة. فهل أن الفيروس يتواجد بمكان وأوقات دون أخرى؟ زين احنا يوميتنا هنا نفر 10,000، زين هسه المطعم انقلق، احنا وين نعيش؟ نكب بالشارع؟ يعني هذا الحال يعني مال المطاعم يعني بس يخيطون لنا شيء عمود يعني نشتغل به، يعني يصرفون لنا مصاريف، يعني شلون هاي الحاله؟ المفروض هذا القرار يراعي المواطن، احنا ناس على باب الله، من تعزي المول من تعزي المطعم الناس يعني وين تروح؟ تضطر تقعد بالبيت، يعني في هاي الحاله انت اثرت على المواطن، المفروض تلقى بديل. يلا تلقى هيك قرار انه تنفذه، الناس على باب الله وين تروح؟ الإجراءات الاحترازية من الجهات المعنية تجنب الانتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا تلقي بالضرر على عمال الأجر اليومي، وكذلك على أصحاب المشاريع داخل المولات المقرر أن تغلق جزئيا تجنبا لانتشار الفيروس. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.